بيعتر عندكم خبر انه من خلال برنامج الصافينا بكل سهولة نعرف قديش درجة تحمل البناء والمنشأ للزلازل. كمان فينا نرسم مخططات قوى القص وعزم الانحناء لأي سيستم في أقل من دقيقتين. يسعد أوقاتكم جميعا، رح نكون معكم إن شاء الله في دورة مهمة جدا لطلاب الهندسة المدنية واللي اسمها صاب إكيبين أو بلمالي مينيتين دياغرام لري يضا في ستة سير لريم. بالعربي رسم مخططات قوى القص وعزم الانحناء. هاي المخططات مهمة لأنها أساس كل مشروع في الهندسة المدنية، يعني إحنا كمهندسين بناء نعتمد بشكل أساسي على رسم هاي المخططات لتصميم عناصر الهيكل الإنشائي، وكمان الهدف الرئيسي منها هو التأكد من مقاومة المادة للقوى اللي رح تأثر عليها، يا ترى رح تتحمل هاي القوى أم لا، واللي بيأكد على أهميتها وجودها بكل فصل دراسي وانخراطها بأغلب المواد. دورتنا رح تضم كل شيء بخص المينيتي دياجرام لرق من خلال ترتيب معين ومنظم بدأ من أبسط سيستم إلى أعقد سيستم. نهاية الدورة رح تكونوا قادرين على حل أصعب سيستم بثلاث طرق مختلفة، واللي هن الطريقة التقليدية والمألوفة اللي كلياتنا بنعرفها، طريقة القص أو القطع، الطريقة العملية يدويا واللي بتعتمد على الحساب الذهني، والطريقة الأكثر عملية باستخدام برنامج الصاب. بانتظاركم جميعاً.